سميتي خطرة. بوها عليك ما جينا سميتو سماوه بكري. فهميني علاش سماوه. وشنو؟ فهميني علاش سماوه. نفهمك علاش سماوه، نفهمك. شوفي هي حكاية طويلة شوية، بصح مادام خالتك سعاد مازالها شوية باش تجي على بالي بيطرو طاردي، هاي نديك نفهمك، بصح ماشي هنا نروح نفهمك لهيك ونسقم لك خيط الروح ديالك، هاي هاي. هادي اللي حبيتي تسمعي الحكاية، حكايتها وشنو؟ هادي يا بنتي زمان يقول لك الأسطورة ديالها بدات في القصبة، كان عندهم تما كاينة واحد العائلة مرفهة، كانت عندهم طفلة لحقت لسن الزواج، هي جا خطبها واحد مؤصل وليد فاميليا، بصح وشنو قيسو قيس روحو ما عندوش بزاف دراهم، أيا واش دار؟ خطرات جا الوقت باش يجيب لها هدية لخطيبتو، جاب لها واحد السنسلة على قيدو، على قيسو مسكين، بصح وشنو هاديك السنسلة؟ صغيرة ورقيقة، على قيس دراهمو. يما الطفله ما عجبهاش الحال وما حقدرش تخليها في قلبها، هي قالت لهم بوه ولا هذه سنسله يجيبوها الناس، صغيره كي الخيط ورقيقه كي الروح، ما يجيبوهاش لبنتي انا. باباها كي شاف وليد مأصل وليد فاميليا، حبيت نقول لك ومأصل وليد ناس، حب ينقض هذاك الموقف، راح شد حاشيه وحطها هكذا كيما هذا، حطها في الطرف تاع السنسله وحطها لها فوق راسها، ويقول لك مال تما ولا اسمها خيط الروح. مي هادي جينا نهضروا على الاسطوره، مي كي نجوا نهضروا على التواريخ، اول خيط الروح تخدم كان في 1884، خدموه الاولين قاعد دار الخزناجي، بعد راح لدار تكيكن. مي هذاك الوقت بكري كان ما يتخدم ما يتباع ما يتشرى،